من مركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أحييكم، أنا عايدة طاهر، وأقدم لكم تفاصيل أخبارنا المحلية، فأهلاً ومرحباً بكم. بداية نشرتنا، اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الثلاثاء خلال زيارته مبنى هيئة الشارقة للآثار على أحدث الاكتشافات الأثرية المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي وجدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة. في إطار اهتمام سموه الدائم والمستمر بكافة ما يتعلق بالآثار والاكتشافات الأثرية، زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مبنى هيئة الشارقة للآثار، حيث اطلع سموه خلال هذه الزيارة على أحدث الاكتشافات الأثرية المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي وجدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة في إمارة الشارقة. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل من الدكتور صباح جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار حول مكونات الكنز الأثري والذي اكتشف أثناء عمليات المسح والتنقيب. وبحسب الدراسة الأولية تبين أن العدد الإجمالي للعملات المكتشفة بلغ ما يقارب من 409 عملات من فئة الدراخمة الرباعية التي يتراوح وزنها ما بين 16 جراما إلى 17 جراما، مكونة جميعها من مادة الفضة. وتمثل جميع العملات المكتشفة في الجرة عملات نادرة، وبعضها لم يتم تسجيلها في السابق، حيث أنها تعتبر فئات جديدة من عملات مليحة. يعتبر هذا الاكتشاف اكتشاف العملات الفضية المضروبة في مملكة مليحة أو موقع مليحة الأثري من أهم الاكتشافات في الجزيرة العربية، وهي من المكتشفات المهمة، ويعتبر أكبر كنز للعملات المكتشف في الجزيرة العربية. بعد قبل هذا تم اكتشاف كنز من العملات في مملكة البحرين عبارة عن 309 عملات، وكنز آخر من العملات اكتشف في دولة الكويت في فيلكة وعبارة عن 35 عملة، ولكنه يعتبر هذا العدد الكبير 409 عملات اكتشفت فضية اكتشفت في موقع مليحة الأثري من أهم الاكتشافات على مستوى الجزيرة العربية. طبعا جميع هذه العملات هي عملات فضية من فئة التترخمة اللي احنا نسميها 16 جرام، الأغلبية منها ما يقارب 385 عملة من العملات التي ضربت بوجه واحد من جهة الخلف، ولكن الوجه غير موجود على هذه العملات. في السابق كانت تعتبر هذه العملات عملات نادرة لوجود أعداد بسيطة منها حوالي 5، الآن في عندنا مجموعة كبيرة منها تم اكتشافها. هذه العملات عليها بعض التفاصيل مثل حرف الشين بالمسند وكلمة الإسكندر مشوهة، وهناك ترقيم أو رقم بالإغريقي 37 من التاريخ الإغريقي، أي ما يقارب 200 أو حوالي 200 ما يقارب القرن الثاني قبل الميلاد. طبعا هذه العملات تنوعت في مجموعة منها من العملات اللي وهي حوالي 28 عملة ضربت بوجهين، ممكن مشاهدة وجه هرقل، أو هناك من يسميه أيضا الإسكندر يلبس فروة جلد الأسد، والوجه الآخر كلمة أبيل بالآرامية موجودة، بالإضافة إلى وجود الحصان على يده وسعفة النخيل أو شجرة النخيل فسيلة النخيل موجودة أمام هذا المعبود. في أن هناك أيضا عملات أخرى تعتبر من العملات النادرة في الجزيرة العربية، وهي التي تحمل اسم حرف الشين، عبارة عن 5 عملات منها، ولكن اللي يختلف عن العملات المكتشفة في الجزيرة العربية أن الوجه مطموس أو عدم وجود الوجه على الوجه الآخر من العملة، ولكن ممكن مشاهدة كلمة الإسكندر مكتوبة على بالإغريقية مكتوبة على العملة، بالإضافة إلى النسر على يد المعبود زوس، وحرف الشين بخط المسند موجود على هذه العملة. طبعا في بعض العملات تعتبر من النوادر العملات وجود رمز ما يشبه حرف التي، أيضا تعتبر هذه من العملات النادرة. مجموعة هذه العملات تعتبر من أندر العملات المكتشفة حتى الآن في الجزيرة العربية وفي موقع مليحة الأثري.
وصنفت العملات بحسب القالب على نوعين، الأول قالب ذو وجه واحد وعدد العملات فيه 385 عملة، وهي عملات نادرة تم تسجيل 3 عملات منها في السابق فقط في مليحة، وتعتبر من الإصدارات العامة في شبه الجزيرة العربية، وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي في القرن 3 قبل الميلاد. أما النوع الثاني فهو قالب ذو وجهين وعدد العملات فيه 24 عملة، يعد بعضها نادرا جدا لم يسبق تسجيله من قبل أو معرفته، ويمكن تأريخها إلى القرن 2 قبل الميلاد.